السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر برون تاني. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موقع اختصار روابط. بداية كده الموقع ده ممتاز عامة، يعني هو موقع ممتاز اسمه ارباحك.com، فيعني الموقع ممتاز جدا وفيه سي بي ام حلو جدا، يعني كل الدول الاجنبية تربح $10 $12، والدول العربية $10، يعني مصر $10، المغرب والجزائر من 6 to 5 to 7 تقريبا، حاجة زي كده، ولكن يعني كل الدول العربية واخدة حقها وزيادة، فهيعجبك جدا ان شاء الله الموقع ده. وعشان ما نطولش عليكم وما نطولش على بعض عشان الناس بتزعق بسرعة، فنخش على طول في المفيد ونخش نشوف الموقع. طيب يا جدعان، دلوقتي هو ده الموقع، ده واجهة الموقع. احنا كنا اتكلمنا عن موقع اختصار روابط في الفيديو اللي فات، وقلنا ايه؟ قلنا ان يعني انت حاول تشوف كده الفيديو اللي فات لو انت مشفتوش عشان تفهم ليه انا النهارده هشرح موقع اختصار روابط، وهنشرح مواقع اختصار روابط بعد كده. فاول حاجه ده يعني دي واجهه الموقع، اسمه ارباحك.com زي ما قلنا. هتفتح البي اوت ريتس، تمام؟ هتلاقي ان السي بي ام كويس جدا جدا جدا، يعني مش وحش خالص، تمام؟ وده الفرق يا جماعه، زي ما قلت لكم، ده الفرق بين ان موقع يستهدف استهداف اجنبي، والفرق ان موقع يستهدف استهداف عربي. زي ما انت شايف كده، اولا ما فيش كل الدول الاجنبيه مش موجوده، تمام؟ مش كل الدول الاجنبيه موجوده، محط بس اشهر الدول وخلاص. حط لك هنا مصر $10، ده ممتاز جدا. حط لك المغرب $7، وده ممتاز جدا جدا. البحرين $8، الكويت $9، الامارات $9، يعني حاجات ممتازه بصراحه. وعندك الجزائر $6، وننزل تحت نشوف تونس $5، وده كويس جدا، مش محتاج اكتر من كده. معظم البلاد العربيه موجوده وكويسه جدا، وكل البلاد بقى $4، وده كويس جدا جدا جدا. فالسي بي ام ما عندناش فيه اختلاف في الموقع ده، انه يعتبر من افضل السي بي ام اللي موجود حاليا. نخش على ساين اب هنا عشان نعمل تسجيل. لو الناس تعمل اشتراك في القناه، حاول تعمل اشتراك، وياريت تعمل لايك الفيديو، يعني اللايك ده بيساعد جدا. اول حاجه هتلاقي اليوزر نيم، هتكتب هنا اليوزر نيم بتاعك، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الباسورد، وهنا تعيد مره ثانيه الباسورد كده مثلا، وتقول له سجل، تمام؟ هتقول له هنا سيف، وتقول له ساين ان بس، وكده بقى عندك اكونت على موقع عادي جدا. اول حاجه بنحب نخش عليها دايما هي الريفرال، تمام؟ لان ده حاجه هتفيدني وهتفيدك. الريفرال هنا 20%، وده طبعا اكتر من ممتاز. 20% ده كويس جدا بالذات على السي بي ام اللي موجود، ف 20% ده كويس جدا. ويزدرو عشان نعرف الارباح ونعرف بيسحب من اول كام وكده، تمام؟ نخش على الهير دي اللي هي البيمنت اي دي، تمام؟ هتكتب انت المعلومات دي، يعني سهله جدا، هتكتبها كلها، تمام؟ وهنشوف هنا بيسحب من اول 50 سنت، يعني نص دولار على فودافون كاش، و$1 على باي بال. طريقتين دفع بس، الباي بال للناس كلها، وفودافون كاش للمصريين بس. طبعا الموقع مصري، فودافون كاش للمصريين، وباي بال للعالم ككل. فودافون كاش من اول 50 سنت، يعني نص دولار، تكتب هنا وسيله الدفع بس وتمام. فتمام، خلينا كده نكمل ونشوف بقيه الموقع. مثلا عندك في مثلا نخش على الاستاتكس ونشوف كده الحاجات اللي فيها. هنا مثلا تلاقي التوتال فيوز بتاعتك، وهنا تلاقي التوتال ايرننجز، وهنا الريفرال ايرننجز، وهنا الافرج سي بي ام. هنا مثلا يا شباب بيقول لك ممنوع اختصار رابط اي رابط اباحيه، ممنوع استخدام في بي ان، ممنوع اختصار رابط موقعنا في مواقع اخر ويجوز العكس، ممنوع استخدام اي موقع تبادل زيارات، وان يخالف هذه القوانين سيتم محظور. تمام، هما ليه بقى بيقول لك كده؟ بيقول لك كده عشان لو انت عملت حاجات زي دي هتقفل اكونت جوجل ادسنس بتاعهم، فانت كده هتقطع عيشهم وهتقطع عيشك. فبلاش شباب، حاولوا ان انتوا تمشوا ليجل في المواقع وتركزوا كده وتشتغلوا على الحاجات دي. حاجه تانية، المانج لينكس دي، كل اللينكات بتاعتك واللينكات اللي انت خافتها. هنخش على التولز، هنا الكويك لينك، فهنا الكويك لينك بتشيل اللينك ده وتحط اللينك بتاعك، وبيتم اختصار اللينك بسرعه بدل يعني ما تخش على الموقع وتعمل اختصار وكده. الماتش لينكر هنا بتحط اكتر من 20 لينك او 20 لينك، بتحط هنا 20 لينك باختصارهم كلهم مره واحده. الفول بيج سكريبت، تمام؟ الفول بيج سكريبت دي اللي بتغير فيها كل اللينكات بتاعت المدونه بتاعتك او بتاعت اي موقع الكتروني للينكات مختصره من الموقع ده بدون ما انت تختصر. هنا بتشيل السكريبت ده وبتحطه عندك في التخطيط، او بتشيل السكريبت ده وبتعدل على المواقع دي على حسب المواقع انت تستخدمها. وهنا الحاجات دي مالناش دعوه بيها. وهنا الريفرال زي ما قلنا 20% ده كويس جدا. وهنا السيتنج على عايز تغير الايميل والباسورد، عايز تكتب وسيله الدفع في البروفايل وكده. السبورت لو عايز تكلم صحاب الموقع في مسج هتتبعت لهم،
هتكتب هنا اسمك، وهنا الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه، وهنا الايميل، وهنا الرسالة اللي انت عايز تكتبها. وبس كده يعني، اعتقد دي كل حاجة في الموقع. يعني الموقع ممتاز بصراحة وعجبني جدا، سي بي ام كويس جدا، والريفرال كويس جدا، والسحب من اول 50 سنت، فبالتالي 3 مميزات مش هتلاقيهم في اي موقع. فالموقع ده تلاقي رابط بتاعه في الفيديو، سجل في الموقع ده واشتغلوا عليه يا شباب، اللي انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان في 6 شهور بس، 6 شهور بس هما اللي موجودين، والموقع ممكن يا اما يتقفل يا اما جوجل ادسنس يتقفل. فانت حاول تلحق الموقع في السي ام العالي ده لمده شهرين 3 4، وعايز تسيبه بعد كده براحتك، عايز تنقل لموقع بعد كده براحتك، ولكن يعني ايه، حاول تلحق الموقع دي في الاول، لانهم بيدفعوا بسرعه، بيكون ما فيهمش ناس كتير، فارباحهم تبقى كويسه جدا، السي بي ام بيبقى عالي، الريفرال بيبقى عالي، كل حاجه بتبقى كويسه جدا. فحاول تشترك في الموقع. بس كده يا شباب، بس كده. اظن حاليا ده يعتبر من افضل مواقع اختصار روابط، وموقع ممتاز جدا. موقع ارباحك.com يعتبر من افضل المواقع حاليا في السي بي ام، وافضل مواقع في الافريج السي بي ام بتاعه، فهيبقى كويس جدا ان شاء الله معاك، للناس اللي عندها مواقع، الناس اللي حابه ان هي يعني تكسب فلوس حلوه قوي من اختصار روابط. فالموقع ده يعتبر من انسب المواقع، وانت عارف ان انا مش هجيب لك موقع ينصب عليك، بالذات في موضوع اختصار روابط. انت عارف الموضوع لما بيقفل بيبقى بعد كام شهر كده بيقفل بسبب جوجل ادسنس انه بيتقفل، فلا بيبقى بمزاجي ولا بمزاجه ولا بمزاج اي حد غير بمزاجك انت، انت اللي بتختصر مواقع اباحيه مثلا، بتختصر حاجات كده، فده اللي بيخلي ادسنس يقفل الاكونت، او جوجل تقفل اكونت ادسنس بتاع الموقع. فارجو انك ما تستخدمش في بي ان، ما تختصرش مواقع اباحيه، حاول تبقى ليجل في المواقع دي عشان الموقع تستمر، وعشان انت كمان تستمر وارباحك ما تروحش عليك، وترجع في الاخر تقول ارباحي راحت والموقع نصاب ومصطفى نصاب شرح موقع وحش ومش عارف ايه والكلام ده. فالموضوع كله في ايدك انت، فاتمنى انك اللي تستخدم في بي ان، ولا تختصر حاجه اباحيه، ولا تضغط على الاعلانات، يعني سيبها كده بظروفها، لو ضغط على الاعلانات غصب عنك تمام، لكن اتمنى انك ما تقصدش تضغط على الاعلانات، لان ده برضو بيسبب مشكله للمواقع. فاتمنى انك ايه تسمع يعني بالنصيحه دي، لان عشان الموقع تستمر وانت كمان تستمر يعني. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اتمنى انك تكون عملت لايك او تعمل لايك دلوقتي، يا ريت تكون عملت لايك، او حاليا يعني تضغط تنزل تعمل لايك واشترك في القناه كنت مش مشترك. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.